شوف، أنا سويات بالعربي ما يدرين وش ابن. مرة يقولون إحنا بالحقوق، مرة يقولون لا أصلا إحنا بنغير كل شيء، بنغير المفاهيم، بنغير كل حاجة. تحسهم سمجوها شوي، يبالغن في حاجات، يبالغن في أفكار ما لهم داعي. يعني مرة يبالغون في حاجات ما لها تأثير. وش اسمه، أنا معهم أن يطالبن بالحقوق بالحاجات هذه، لكن إذا زادت عن الحد تنقلب ضد المرأة. يعني بالمختصر، النسويات سمجوها كثير وصار الموضوع مو موضوع حقوق، لكن هو اختلاف خلاص. يعني من الآخر الزبدة يعني.